يا لهوي مالك يا بنتي في ايه؟ سمع اللي انا سمعاه؟ بس انت وهي احنا في عادة الدكتور احمد جمال. وليه كده لا سمح الله؟ هو كان في حاجة؟ انا كنت سامع صوت في مفصل الفك وفي ضرس عقل مدفون. طيب كويس، عشان انا عايزة احط ماسك في وشي واشيل الحبوب كمان. احنا فيه ولا في ايه دلوقتي؟ انا اعصابي سايبة. انتوا في عيادة الدكتور احمد جمال قاسم المتخصصة في جراحة الوجه والفكين. في عيادتنا المجهزة باحدث التقنيات بنعمل كل الخدمات الجراحية، من علاج مشاكل مفصل الفك السفلي وكسور العظام في الفكين لإزالة الضروس المدفونة وإزالة الأورام وزراعة الأسنان كمان. دلوقتي تحجز في عيادتنا على الأرقام التالية. العنوان سوهاج طهطا، شارع محمد فريد، بجوار بنك مصر الرئيسي.